وفي كلمة أمام البرلمان الكندي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدا بأن تهدد روسيا أمنه. وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد لن يقبل بأن ترسل قوة عسكرية لديها أحلام إمبراطورية دباباتها إلى ما وراء الحدود الدولية. هذا وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي لن تقبل بهذا التهديد لأمن أوروبا ولأسس المجتمع الدولي، مشددة على وجوب أن تدفع روسيا ثمن جريمة عدوانها على أوكرانيا. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التقارير الصحفية الغربية بشأن تفجير نورد ستريم حشو إعلامي منسق، معتبرا أن مدبري العمل الإرهابي يريدون تشتيت الانتباه. وأكد بيسكوف أن التقارير ليست غربية فحسب، بل تفوح منها رائحة الجريمة الوحشية على حد وصفه، مشيرا إلى أن الكرملين لا يفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث خط أنابيب التيار الشمالي عملا إرهابيا دون إجراء تحقيق. وأضاف بيسكوف أن روسيا لا تزال غير قادرة على الوصول لوثائق تحقيقات انفجار نورد ستريم التي أجرتها السويد والدنمارك، مؤكدا أن على الدول المستثمرة في نورد ستريم وكذلك الأمم المتحدة أن تطلب تحقيقا سريعا وشفافا في التفجير. من جانبها قالت الرئاسة الأوكرانية إن لا علاقة لكييف بتفجير خط نورد ستريم. بدورها أكدت الحكومة الألمانية أن التحقيق المشترك مع الدنمارك والسويد بشأن تفجير نورد ستريم مستمر ولم يصل لنتيجة بعد. وكذلك بل ذلك بعد أن تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن تقييم للاستخبارات الأمريكية أشار إلى أن مجموعة أوكرانية نفذت الهجوم على خطوط نورد ستريم العام الماضي. كما أشار التقرير إلى أنه لم يثبت بعد ما إذا كان الرئيس الأوكراني زيلينسكي على علم بالهجوم الذي قد يكون نفذ من مجموعة أوكرانية. يأتي هذا مشاهدين فيما شكك وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في المعلومات الاستخباراتية التي أكدت أن جماعة مواجهة لأوكرانيا كانت وراء الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم، وقال إن هذه العملية ربما تكون مرفقة من روسيا لإلقاء اللوم على أوكرانيا وإيجاد مبرر للحرب. وأشار إلى أن هناك احتمالات أخرى لا تقل ترجيحا عن اتهام أوكرانيا بالوقوف وراء هجمات نورد ستريم. من يقف وراء تفجير خطي أنابيب نورد ستريم؟ صحيفة ديت سايت الألمانية كشفت أن محققين دوليين عثروا على القارب الذي استخدم لتفخيخ أنابيب نورد ستريم، وأن منفذي العملية فريق كوماندوس أوكراني. الحكومة الألمانية أكدت أن التحقيق المشترك مع الدنمارك والسويد بشأن تفجير نورد ستريم مستمر ولم يصل لنتيجة بعد. صحيفة ذا نيويورك تايمز كشفت عن تقييم للاستخبارات الأمريكية أشار إلى أن مجموعة أوكرانية نفذت الهجوم على خطوط نورد ستريم العام الماضي. التقرير الذي يتحدث عن تورط أوكرانيا بتفجير نورد ستريم يبرر طلب موسكو إجراء تحقيق مستقل بهذا الشأن. هذا ما قاله مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. من جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن كييف غير متورطة على الإطلاق في الاعتداء على خطي أنابيب نورد ستريم، ولا معلومات لديها عما حدث.